كيفاش تطور الذات من واحد مدير والو لواحد ناجح، كيفاش دير من واحد ما داير والو لواحد، كلشي على المايند سيت اخويا. باش انك تقدر تبدل حياتك خاصك تبدل الطريقه باش كتفكر، باش كتفكر الطريقه باش كتشوف الحياه. هادشي باش تقدر انك من واحد ما داير والو تقدر تكون واحد ناجح. انت اخويا خاصك تعرف اخويا نسي، وما عندكش فرق بينك وبيني، راه ما كاينش الفرق، والله ما كاين الفرق. علاش؟ لان انا وياك كنا في نفس الظروف. يمكن انا كاع تقدر تكون ظروفي خايبه على ظروفك، حيت هناك ما لا يمكن ان اقوله في البث المباشر، وهناك ما لا يمكن ان اقوله في الحوارات الصحفيه. ولكن غيجي واحد النهار وغادي شحال من واحد غيتصدم في هذا الغيب هذا. كاين شي حوايج، ولكن من رحم المعاناه كاين واحد التفكير، واحد العقليه. هذيك العقليه هي اللي خاصها تكون، هي اللي تادوبتيها. اول حاجه خاصك تكون اخويا، ما خاصكش انت الموتيفاسيون، ما خاصكش تشوف واحد عنده الفلوس باش تموتيفا، حيت الموتيفاسيون اولا خاصك تعرفها راه لحظيه. بانيت قلت شي حاجه وتقول نوض نخدم، راه الموتيفاسيون راه هي لحظيه، راه تقدر تموتيفا ليا واحد ساعه ساعتين نهار يومين سيمانه كاع. موتيفاسيون راه لحظيه. اذا اخويا انا اشنو خاصني ندير؟ اشنو هي الموتيفاسيون ديالي غتخليني ديما نخدم؟ هي هذا الواقع اللي كتعيش انت دابا. شي ملي تكون خدام وكتهز عينيك وكتشوف ذاك الواقع كحل قدامك، هو اللي خاصو يشعل فيك العافيه تخدم. حيت الا ما خدمتيش ما غتنجحش. انت في واحد البحر مرمي، كنتي في واحد الباطو بغيتي تحرق وطاح بك الباطو، وطحتي من الباطو والباطو زاد. انت في وسط البحر غادي تقاتل، ما غاديش دير هكا باش تموت، ما غاديش تبغي تموت. اذا غادي تقاتل، نفس المساله is the same thing. غادي تقاتل باش توصل، وباش نتقاتل باش نوصل خاصني نبني راسي على المبادئ، نبني على راسي على اسس. It's not about انك غتمشي تاخذ ليا واحد الدوره في الدروب شيبين ولا وانت ما فاهمش الاساس. حيت الا ما فهمتيش الاساس ما عمرك غتزيد لقدام، ما غاديش تكون independent، غادي تكون ديما انت تابع لواحد خونا، انت تابع لواحد السيد. وانت علاش تقلب على التحرر المالي؟ تتقرب على التحرر المالي باش ما تكونش تابع لشي حد، باش ما تطلبش شي حد، باش ما تحسهاش لشي حد. فانت باش توصل لهذا النيفو هذا خاصك تبني راسك، وباش تبني راسك خاصك تبني راسك، خاصك تعرف الاساس ديال الانفورماتيك هو الاول. نمشي ناخذ نعرف نصاوب سيت ويب، نعرف نصاوب شنو هو ووكوميرس، اشنو هو الاتش تي بي و اتش تي بي، شنو هو اف تي بي، شنو هو سيرفر، شنو هو دومين، شنو هو كيفاش كنديروا ميل بروفيسيونيل، كيفاش كيخدم هذا الانترنت. عاد نمشي نقرا على فيسبوك اس، ناخذ ادور، نشوف شنو هو تيك توك اس، سناب شات اس، ندخل للمنتديات بصفه دائمه، نشوف الجديد اش كاين تما، واخا انا باقي ما فهمتش، ولكن ناخذ الاساسيات. ديك الساعه غيكونوا لي دومين قريبين لك باش انك تخشى في اي دومين. خاصك تعرف اخويا كان حل البيرو ديال الكونسلتين. بزاف الناس كيجيو عندي عندهم مشاكل في الدروب شيبين، حيت ما تيجي مشاكل بالنسبه لي انا كاي تي جاي، تيجوني باسلين، تيجوني تافهين. علاش؟ حيت الدراري ما عندهمش مع الاي تي، ما شادش الاي تي. ما تزربش على راسك بالفلوس، سمعتي اخويا؟ ما تزربش على راسك، ماشي حيت انت فواحد الضائقه ماليه اولا انت مزير اولا خاصك باش تعتق، راه ما كاينش هادشي في الاول. راه خاصك تقرا، خاصك تصبر. بحال واحد كتلقاه مسكين عنده صباط مقطع وباه ما خدامش ومو ما خداماش، وكتلقاه تيمشي للافاك تيقرا، حيت عارف ان هذيك القرايه هي اللي غتعتقو. نفس المساله هكا، الا بغيتي ترد راسك ناجح، وخاصك تعرف ان هذه وراها واحد المره قلتها وتنعاود ناكد لكم عليها، راه حقيقه. راه ملي كتشد الاساس راه تقدر في عام دير الفلوس، راه هادشي باش تزين هاد المعرفه، تزين هاد الويب، راه عام تبدل حياتك، راه في عام، في عام تقدر دير واحد 200 كار، في العام الاول دير ديالك واحد 100 كار. هذه هي نصيحتي لك اخويا، حيت انا هاد السؤال صراحه حسيت بك واك الله صح. شنو تقدر تخدم ربات البيت بالتليفون بطريقه امنه؟ اختي ربات البيت ما عندهاش خدمه في التليفون. ربات البيت الا بغات دير شي حاجه مثلا، هذا نصيحه لربات البيوت. انت يا اختي جالسه، انت واحد الانسانه اللي ما تخلقتيش غير باش انك طيبي وتقابلي، واخا هادشي راه مسؤوليه، وهادشي راه ما ساهلش باش انك ديرو. هادشي راه واحد المسؤوليه كبيره، وانا جربتها شفتها عشتها واحد الوقيته، انا صعيب ما قديتش، انا شخصيا ما قديتش ندير هذيك الخدمه اللي كديري انت النهار كامل. ولكن في نفس الوقت انت واحد الانسانه باغا تحقق ذاتها، باغا تكون عندها واحد الاستقلاليه ماديه، اش غادي ندير اختي؟ نصيحتي للجميع ربات البيوت كاملات هو انا هادشي اللي قلت لهذا السيد هذا، سيروا اختي سيروا قراوا شنو الابجديات ديال الانترنت، كيفاش نصوب موقع الكتروني، قراي على الووكوميرس
وورد بريس اضافه للووكوميرس كيفاش نصاوب موقع الكتروني ديالي، ونقرا على الاشهارات في فيسبوك ادز كيفاش كيتخدموا، نقرا على الجوجل ادز وديك الساعه اولا نقرا على فيسبوك ادز وجوجل ادز. عندي اللغه الانجليزيه ضعيفه، نمشي ناخذ دي كورسز في اللغه الانجليزيه حيت اختي هادشي راه ما كاينش بالعربيه وما كاينش بالفرنسا، باش تكونوا عارفين القاعده ما يوجد بالعربيه والفرنس. والناس اخويا في لي بي تي في تي سينيالي وبعضياتهم، واحد بغى يجي يدير لك كورس لله في سبيل الله، تياكل تياكل طاف الخبز قد هكا في هذاك الشيء وغيجي يشرحوا لك ويحطوا لك وانت غتاخذوا. يا سلام، اتس ذا وندر لاند، لا لا لاند اللي قالوا فهمتي. راه صعيب، انا كنشوف الواقع دابا، خلينا من المواقع، حنا كنشوفوا الواقع. فلهذا اختي خصك تكون عندك اللغه الانجليزيه اول حاجه اختي، كاع من قبل ما دير السيري قراي لونجلي يا الاولى. كيفاش غنقرا لونجلي؟ غتمشي تانستالي واحد البروغرام سميتو روزيتا ستون. روزيتا ستون احسن مدرس ممكن يقريك اي لغه بتجربتي، روزيتا ستون. انا ننصالي روزيتا ستون، دولينغو في التليفون فهمتي، نشط مع وليداتي هلا وهذا، نبقى نهضر مع الراجل، الراجل غيشد فيا وهذا، وندوز واحد العام كنستمتع بالتعلم ديالي اللغه الانجليزيه. ديك الساعه بغيتي تمشي تاخذي لي كورسز والله العظيم. وربات البيوت راه والله الا عندكم واحد الفرصه انك ملي كتصيفطي الولاد هي جالسه ما كاين ما يدار، مشي اختي نقرا. في عمرك 20 عام، في عمرك 30 عام، في عمرك 40 عام، في عمرك 50 عام، عندك الوقت، عندك كل الوقت.